أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف في هذا الباب الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في معرفة الإمام وإطاعته الحديث الأول يرويه أبو حمزة الثمالي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: "قال لي أبو جعفر: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا"، قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي عليه السلام والاعتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل هذا الحديث يتضمن معارف جليلة، نلخصها في نقاط، أولا العبادة في الآيات والروايات قد تطلق ويراد بها تأليه شيء او شخص والخضوع له والتذلل له بغاية الخضوع. فعبادة الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، بمعنى تأليه الله سبحانه وتعالى، يعني ان تتخذه الها أن تعتقد بأنه هو الإله لا شريك له، وتتذلل له بالصلاة، بالصوم، وبما إلى ذلك. أما المشركون فكانوا يعبدون الأصنام، اضافه الى عباده الله لانهم كانوا يعتقدون بالله ولكن كانوا يشركون به وحينما يقال لهم لماذا تعبدون الاصنام كان جوابهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني كانوا يؤلهون هذه الاصنام ويخضعون لها ويتذللون لها حتى تقربهم حتى تقربهم الى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الاول للعباده المعنى الثاني للعباده هو الطاعه عبده يعني اطاعه فالمؤمنون يطيعون الله سبحانه وتعالى، ويطيعون من أمر الله بإطاعته. وأما غير المؤمنين فلا يطيعون الله، أو يطيعونه إطاعة ناقصة، ويطيعون من نهى الله عن إطاعته. العباده بهذا المعنى بمعنى الطاعه. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم "والصالحين من عبادكم وإمائكم" عباد جمع عبد "والصالحين من عبادكم" لماذا العبد سمي عبدا؟ لأنه مطيع لمولاه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء او نجد مثلا ال فرعون قالوا عن بني اسرائيل وقومهما لنا عابدون هل بني اسرائيل كانوا يؤلهون ال فرعون كلا وانما كانوا خاضعين لهم مطيعين لهم لأن فرعون استضعف بني إسرائيل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين فبنو إسرائيل كانوا كالعبيد مضطرين لإطاعة أهل فرعون لذا قالوا عنهم وقومهما لنا عابدون. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه واله حينما كان يسلم الناس اذا اسمه اسم صدر بعبد والمضاف اليه صنم مثلا عبد اللات، عبد العزى، عبد منات كان يغير الاسم بعض الصحابه في زمان الشرك اباؤهم قد سموهم بهذه الاسماء العبوديه للاصنام فحينما كانوا يسلمون الرسول صلى الله عليه واله كان يغير اسمهم لماذا لان العبوديه للصنم سواء كان بمعنى تاليه الصنم أو بمعنى بمعنى إطاعة الصنم غير جائز لا يجوز أن تؤله صنما أو أن تطيع صنما إطاعة الصنم كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إبراهيم عليه السلام ينقله الله سبحانه وتعالى ينقل كلامه رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإطاعة الصنم غير جائزة بمعنى أن يكون منهج الإنسان الإنسان بطريقة تنسجم مع الشرك لذا يغير الاسم لأنه لا يجوز لك أن تؤله صنما أو تطيع صنما لكن إذا كان هذا العابد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأن المشركين أيضا كانوا يسمون بعبد الله مثلا يبقى الاسم ليش لأنه أنت سواء ألهت الله أو أطعت الله فكلاهما مطلوب يجب عليك أن تؤله الله يعني أن تتخذه ربا وإلها وأن تطيعه زين عندنا مورد من الموارد أحد الصحابة وهو ابن ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله كان اسمه عبد المطلب المطلب هذا اخو هاشم هاشم جد الرسول صلى الله عليه واله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن هاشم زين عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه واله لماذا سمي عبد المطلب؟ لأن عمه كان اسم المطلب في قضية مفصلة لأن هاشم كانت زوجته من المدينة فهو ترك زوجته حامل في المدينة وذهب إلى الشام في تجارة فتوفي في غزة فولد عبد المطلب في المدينة فلما نما وصل إلى مرحلة المراهقة، ذهب عمه المطلب إلى المدينة، واستصحب معه ابن أخيه إلى مكة، وكان اسمه شيبة الحمد، اسم عبد المطلب شيبة الحمد، فعندما جاء إلى مكة دخل مكه دخل هو وابن اخيه شيبه الحمد فالناس تصوروا ان هذا المطلب اشترى عبدا فسموه عبد المطلب فهذا الاسم لصق به عبد المطلب والا هو اسمه شيبه الحمد كما ان هاشم لقبه هاشم والا اسمه عمرو العلا ولقبه هاشم أحيانا اللقب أو الكنية تغلب على الاسم مثلا أبو طالب أبو طالب كنية مو اسم وإنما كان اسمه عمران على بعض الروايات زين هسه عبد المطلب هذا الاسم لصق به أحد أحفاده اسمه ايضا عبد المطلب هذا اسلم زين أجي, اجي عند الرسول صلى الله عليه واله عبد المطلب المطلب مو الله المطلب اسمه انسان عبد المطلب فالرسول صلى الله عليه واله اقره على هذا الاسم ما غير الاسم لماذا؟ لأن إطاعة المطلب جائزة يعني ابن العام يطيع عمه بإشكال إذا لم تكن في معصية الله سبحانه وتعالى ما في مشكلة ولعله يستكشف من ذلك أن المطلب كان موحدا فأقره الرسول صلى الله عليه وآله على هذا الاسم حتى وجد في بعض مواقع السلفيين يسألون بن باز وهو أحد كبار السلفيين حول اسم عبد المطلب لأن اسمه وارد أيضا في الصحاح عند العامة لأنه كان من الرواة أيضا من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله إذا التسمية بعبد فلان وعبد فلان وعبد فلان مو جائز فكيف أقر الرسول صلى الله عليه وآله اسم عبد المطلب ولم يغيره فيجاوب يقول هذا استثناء اذا شرك كيف يكون استثناء؟ لا استثناء في الشرك اذا عبد المطلب كان جائزا فعبد الحسين بطريقه او لا يكون جائز لان الحسين افضل من المطلب باجماع المسلمين كما هو واضح الحسين سلام الله عليه سيد شباب اهل الجنه هو واخوه الحسن كما قال رسول الله صلى الله عليه واله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه اذا عبد المطلب يقره الرسول صلى الله عليه واله لاحد الصحابه ويرد اسمه في الصحاح ايضا وهو راوي ولم يغير اسمه والمطلب انسان ومع ذلك عبد المطلب اقره الرسول فبطريق أولى عبد محمد وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد علي يكون جائزا على كل حال هذه العبودية ليست بمعنى عبودية التأليح وإنما معنى وإنما بمعنى الطاعة هذا الإنسان يطيع رسول الله هذا الإنسان يطيع أمير المؤمنين عليا هذا الإنسان يطيع الإمام الحسين وهكذا زي. نجي إلى هذه الرواية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول إنما يعبد الله من يعرف الله أنت تؤله الله سبحانه وتعالى لا شريك له. إذا عرفته إذا واحد ما عرف الله سبحانه وتعالى يشرك لذا الآية الشريفة تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سواء بالشرك الجلي المخرج عن الملة أو الشرك الخفي الشرك الجلي هو أن يتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى كعبدة الأصنام كالوثنيين الذين يعبدون الله ويعبدون الأصنام كالمجوس الذين لهم إلهين إله الخير وإله الشر وكالنصارى الذين يؤلهون عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فهذا يعبد غير الله لأنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له. هذا جاهل لا يعرف لذلك عبد غير الله وضمه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أو الشرك الخفي، الشرك الخفي لا يخرج عن الملة. وهو الرياء الذي يرائي واحد يصلي ويرائي في صلاته فهذا شرك خفي لان هذه الصلاه ليست لله وانما لغير الله او يصليها لله ولغير الله والشرك الخفي اللي هو الرياء من الكبائر لكنه لا يخرج عن المله يعني صلاه باطله وقد ارتكب كبيرة وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعيد صلاته. وكذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. تشوف العصاة من المسلمين لا يطيعون الله سبحانه وتعالى، لماذا لا يطيع؟ لأنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى، إذا يعرف الله حق المعرفة لكان اطاعه. العصمة شنو هي؟ احنا نقول الانبياء معصومون. الائمة عليهم الصلاة والسلام معصومون، ما هي العصمة؟ هل بمعنى انه لا يتمكن من الاتيان بالذنوب؟ كلا. اذا ما يقدر ياتي بالذنوب هذه ليست فضيلة. مثل ما واحد يوضع في سجن لوحده لا يتمكن من فعل المعاصي هذه مو فضيله الفضيله انما هي اذا تمكن من فعل المعاصي ولا يفعلها عندما نقول الانبياء والائمه معصومون لا بمعنى انه لا يقدرون على فعل المعاصي يقدرون ولكن لا يفعلونها لماذا؟ لأن الله عصمهم، يعني شنو الله عصمهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى بين لهم واقع قبح المعاصي. إذا الإنسان عرف قبح المعاصي لا يرتكبها. لأنهم يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يعصونه. احنا نشوف مثلا بعض الأحيان اكو مثلا سواق يخالف القانون لكن اذا شرطي مرور موجود وبيده الورقه التي يكتب فيها الغرامه تشوف يلتزمون ليش يلتزم؟ لانه يعلم بان هذا الشرطي شرطي المرور يراه ويراقبه وسيسجل عليه غرامه لذا عندما شرطي موجود يراعي القانون. إذا كاميرا موجودة يراعي القانون لكن إذا شرطي ما موجود أو كاميرا ما موجودة يخالف القانون زين الإنسان الذي يعتقد بالله ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراقبه هذا اعتقاد حقيقي مو لقلقة لسان وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب العصاة هذا الإنسان لا يعصيه لكن إذا عقيدته بالله كانت ضعيفة يعني الله ما يشوف والعياذ بالله هكذا يتوهم أو لا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب هذا الإنسان يعصي غالبا عصاة المسلمين سبب عصيانهم ضعف عقيدتهم بالله أو بصفاته لذا تغلب عليهم شهوتهم. فيما مضى مثلنا مثال اذا انت جائع تتضور جوعا. اتوا اليك بصحن طعام لذيذ جدا، تفوح منه رائحه زكيه. وطعم الطعام لذيذ جدا. زين. توجد لديك حاجة إلى أكل هذا الطعام وشهوة اشتهاء لأكله إذا أنت تعلم بأن هذا الطعام مسموم تعلم بأن الطعام مسموم هل تأكل من ذلك الطعام؟ كلا أنت جائع تشتهي أكل الطعام والطعام لذيذ لماذا لا تأكله؟ لانك تعلم بانه مسموم صحيح ستاكله تشبع وتلتذ باكله لكن بعد سويعات السم يبدا بتاثيره لذلك تمنع نفسك الذي يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفه اذا جاءت معصيه امامه النفس تشتهي إلى تلك المعصية الجسم قد يحتاج إلى تلك القضية مثلا إنسان جائع أكو طعام حرام أمامه الجسم يحتاج إلى طعام النفس تشتهي ذلك لكنه لانه يعلم بان الله يراقبه وان ارتكاب هذا الحرام ظلمات في الاخره عذاب في الاخره لا يرتكب ذلك الايه الشريفه تقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بعض المعاصي عاده الناس المؤمنون يمتنعون عنها لكن اكو بعض المعاصي يرتكبونها لماذا يرتكبه لضعف ايمانه الايمان درجات اعتقاد بالله سبحانه وتعالى ضعيف اذا عقيدته بالله سبحانه وتعالى كانت قويه ما كان يرتكب المعصيه حسب بالنسبة إلى بحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة عليهم السلام كلام مفصل إن شاء الله في حلقات قادمة سنتطرق إليه لذلك الإمام الباقر هنا يقول إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبد هكذا ضلالا ضلال إما بدل عن هكذا أو تمييز لا أنه لا يعبد يعبد لكن عبادته ضلال عبادته وبال الآن أنت تذهب إلى جميع المذاهب الذين يعتقدون بالله مو الملحدين الدهريين لأن المذاهب عادة والأديان عادة يعتقدون بالله سبحانه وتعالى أنت اذهب من الصين إلى أمريكا، ومن القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، أي مكان يسكنه بشر عادة لهم دين. ومن دينهم الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. لكن عبادتهم ضلال. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. يعني تروح مثلا بالنسبة إلى اليهود ثورات إذا تقرأها كيف يصورون الله سبحانه وتعالى يصور الله سبحانه وتعالى جسم وأنه ينزل إلى الأرض ومرة تصارع ويا يعقوب حسب ما ينقلون تعالى الله عن ذلك ويعقوب أخذ فخذ الله سبحانه وتعالى حسب ما يزعمون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ولم يتركه الا ان انتزع منها النبوه بالقوه، صار نبي بالقوه مثلا. زين هذا الذي يجسم الله سبحانه وتعالى بصوره انسان جسم وانه يتصارع مع احد عبيده مثلا وانه لا قدره له ليخلص نفسه من عبده الا بان ينتزع ذلك العبد منها النبوة وأمثال هذه الخرافات هذا لا يعرف الله سبحانه وتعالى لذلك عبادته عبادة ليست هي العبادة الصحيحة أو النصارى الذين يقولون بالتثليث النصارى أقسام قسم من النصارى يقولون أن عيسى هو الله قسم منهم يقولون هو ابن الله. ثالث ثلاثة، لذا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر كلا الطائفتين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هاي في آية. الآية اللي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طبعا النصارى الآن يعيشون في حالة من التناقض. يقولون هو واحد في الوقت نفسه هو ثلاثة. فهذا الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى لا يطيعه. عبادته عباده ليست بالطريقه الصحيحه. ليست له اطاعه لله سبحانه وتعالى، وتعال الى فرق المسلمين هكذا بعض فرق المسلمين مجسمه بعضهم معطله بعضهم مجبره فهؤلاء لا يعرفون الله لذلك لا يعبدونه العباده الصحيحه الذي يعتقد بان الله جسم والايات المتشابهه يعتبرها محكمه ولا يرجعها الى الايات المحكمه يتمسك بالايات المتشابهه ولا ياخذ تاويلها من الرسول صلى الله عليه واله ومن المعين الصافي يترك المحكمات ويتمسك بالمتشابهات يعتقد بان الله جسم وان الانسان مجبور في افعاله افعال الانسان يخلقها الله سبحانه وتعالى وان الظلم جائز على الله سبحانه وتعالى وما الى ذلك هذه العقيده الفاسده في الله سببت انه اطاعتهم لله ايضا لا تكون اطاعه صحيحه يعني واحد يسال مثلا دول التكفيريين لماذا يعيثون في الأرض فسادا الخوارج لماذا يعيثون في الأرض فسادا أمير المؤمنين عن الخوارج يقول ليس من طلب الحق فأخطأك فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه الخوارج كانوا يطلبون الحق لكن أخطأوه أي خطأ أنه كفروا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وحاربوه وقتلوه وكذلك التكفيرين في هذا الزمان يكفرون المسلمين ويقتلونهم يعني هذا الانتحاري اللي يجي يفجر نفسه هذا جاي يفجر نفسه طلبا للآخرة غاسلين دماغ غسل لماذا يفعل هذا الفعل يتصور أنه يطيع الله سبحانه وتعالى بفعله يتصور أنه يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعرف الله العقيده بالتجسيم، العقيده بالجبر، العقيده بان الله سبحانه وتعالى جسم اجبر خلقه على هذه الافعال، و القران بالتفسير الخاطئ، التمسك بالايات المتشابهه، وترك الايات المحكمه، هذا الذي سبب ان الانسان يخسر الدنيا والاخره، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا تشوفه دائما في صلاه الجماعه في اول الوقت لكن عمله ظل لا نتيجه له لان عقيده بالله عقيده باطله صحيح كل من يتشهد الشهادتين هو محكوم بالاسلام ظاهرا يجري عليه حكم الاسلام من الطهاره والتناكح والتوارث وما الى ذلك حتى المنافق المنافق حينما اظهر الشهادتين يحكم عليه باحكام الاسلام لكن في الاخره ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اذا واحد عقيده فاسده لا يكون مصيره الجنه إذا الحديث المعروف ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، فرقة في الجنة والبقية في النار بهذا المضمون أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه واله، لماذا تلك الفرق في النار؟ لأن عقيدتها باطلة، وإنما الفرقة الواحدة هي الفرقة الناجية التي عقيدتها صحيحة، صحيح كلهم محكوم عليهم بالإسلام في الدنيا حتى المنافق يحكم عليه بالاسلام في الدنيا ويجري عليه احكام الاسلام لكن موازين الاخره تختلف عن موازين الدنيا. فاذا الامام يقول انما يعبد الله من يعرف الله فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا. زين ابو حمزه يسال الامام الباقر جعلت فداك فما معرفه الله؟ شنو هي معرفة الله؟ هذا إن شاء الله نبحثه في حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.